بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نواصل شابتر 1 لكتشر 1 2، نشوف بعض المبادئ الأساسية وأنظمة الوحدات. المبادئ الأساسية هنا، أولا نشوف نيوتن فيرست لو، في عندي هنا بارتيكل في عليها مجموعة قوى أثرت عليها، وهذه اللي هي الريزالتنت اللي هي المحصلة. يقول لك إذا كانت هذه الريزالتنت فورس تساوي الصفر، فإن هذه البارتيكل ريمين أتريست، يعني تظل ثابتة، أو إنها تتحرك على خط مستقيم، تستمر في الحركة على خط مستقيم لكن وبسرعة ثابتة، ما في acceleration. إذا كانت هذه محصلة القوى، شفنا من شوية، إذا كانت هذه محصلة القوى لا تساوي الصفر، ساعتها يكون في acceleration يتناسب مع القوى محصلة القوى. بالنسبة للنيوتن ثيرد لو، the force of action and reaction، قوة الفعل وردة الفعل، between two particles، بين two particles، مثلا هذه P وهذه P برايم، إذا هذه البارتيكل أثرت على الثانية ب P هنا، فحيكون فيها ردة فعل P هنا لكنها بالاتجاه السالب. يقول لك إنه إيش؟ half هذه الفورس، half إيش؟ the same magnitude، لها نفس المقدار، and line of action، وخط تأثر على نفس الخط اللي هو خط الأكشن، with opposite sense، لكن لهم اتجاهين مختلفين. بالنسبة لقانون الجاذبية، عندك two particle M and capital M attracted، بينها تجاذب، with H equal and opposite forces، equal الفورس هذه لها نفس المقدار لكنها في اتجاهات مختلفة. إذا ودك تجيب قيمة الفورس هذه فهي لها هذا القانون نحسب به. الكاينتيك يونيتس لها عندنا أربع أنواع، الثلاثة هذول الأوائل هذو يتسموا basic unit، وحدات أساسية. أما الفورس الرابعة فهذه derivative unit، يعني مشتقة من وحدات أخرى. كيف نجيبها؟ من قانون نيوتن الثاني. International System of Units اللي هي System International اللي هو الوحدات الدولية، مثلا بالنسبة للطول للكيلومتر، التايم السكند، الماس كيلوغرام، الفورس طبعا اللي هي نسميها نيوتن هي مشتقة من الماس، عندك وحدتها، والأكسلريشن عارفين وحدتها. طبعا نحن هنا مهم عندنا نعرف المضاعفات. إذا جاتني 1000 متر أو 1000 كيلوغرام أو 1000 أي شيء أو 1000 نيوتن، فساعة نقول كيلو كيلوغرام أو كيلومتر أو إيش، ويرمز لها بكي. إذا كانت عندي مثلا 10^-6 من أي واحد منهم، كيلوغرام متر أي شيء، نسميها مايكرو. إذا كانت عندي هنا 10^-12 نسميها بيكو، إذا كانت عندها 10^-12 نسميها تترا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.